حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التواصل مستمر، تحية مستمرة مع استمرارية أشواط هذا الصباح. شوطنا هنا أيضا السادس عشر في مجموعة الأشواط، وشوط السادس للصعوب. هكذا الانطلاقة، هكذا التحديات المستمرة على أرضية هذا الميدان مباشرة مع الصدارة، مع مقدمة هذا الشوط ناصي سالم من موقود بلوتية العامري على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين مبارك بن راشد بلود، هنا ايضا بن ملينه الشامسي خذ المركز الثاني. المركز الثالث تقدم في هذه اللحظات، وصول مع المركز الثالث من خلال تواجد هنا ايضا وصول وتقدم الشاهين محمد بن سيف زايد المزروعي خذ المركز الثالث، تابع الاسماء الاخرى الشعارات المنطلقه في هذا المسار المستمر المندفعه الباحثه عن ناموس هذا الشوط، الباحثه عن انتصار هذا الشوط. ولكن يوسلوم ناصي على البدايه الاولى سالم من مبخوت باللوتيه العامريه على البدايه الاولى على مقدمه هذا الشوط في هذا الانطلاق الكبير الابداع المثير. شوف الفارق ما بين ناصي ما بين بقيه الاسماء الحاضره والمشاركه في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك ناصي سالم من مبخوت باللوتيه العامريه، لك التحيه على هذا الفوز والانتصار بلا اي منافس على الاطلاق والعصا في الابطال. تهانينا وناموسا على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصوله في هذه اللحظات وتقدم من خلال تواجد هنا ايضا مع المركز الثاني شاهين عبد الله بن سعيد الاكتبي، والمركز الثالث كان شاهين مبارك بن راشد بن منينه الشامسي. هذه النتيجه توقيتها الزمني دقيقه 41 ثانيه، التوقيت تحطم في هذا المسار مع اشواط صعوب من مسافه كيلومترين مع انطلاقه ناصي. قدم لنا ناصي هنا ايضا سالم من مبخوت بلوتيه العامري دقيقه 41 ثانيه.